فالحقيقة شيخنا بارك الله فيك، يعني هذه الذكرى نحن لا ننوح على الشيخ نادر، لا ننوح عليه، حتى أهلا نقول ما تنوحوش عليه. الشيخ نادر مضى كريما، عاش حميدا، ومات نحسبه شهيدا، والبركة في أولاده، والبركة في والديه وفي زوجه، وربنا إن شاء الله يطلع من أولاده من أولاده من هم حتى خير من نادر إن شاء الله تعالى، ويهيئ لنا من غيره من طلبة العلم. نعم، لا ننوحه، لا ننوح الشيخ نادر، طريقه طريق ليس فيها بأوحد، هذه طريق العلماء، تراجم العلماء مذكورة، هذوما اللي يعني عاشوا لله وماتوا لله سبحانه وتعالى وبقي ذكرهم في العالمين. لكن ما نبكيه في نادر هو أنه قتله الأقزام، وأنه قتل في مرحلة حرجة، وأن كثيرا مما لا يفهمونه أو يفهمون طريقته قد يتكلمون عليه بكلام غير ذي حق. لا، فتبينوا، إن جاءكم فاسق فتبينوا قبل أن تكونوا من الخوارج وقبل أن تقولوا ضال. يقول لك الضال المضل، يا سبحان الله، إن كان ضالا فأين أنتم من الضلال؟ هل من يزكى أو يزكي من يجتت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرها ويأخذها من أماكنها في الصحيحين وفي غيرها من أجل حاكم، من أجل متاع من الدنيا قليل؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. هل فعل نادر ذلك؟ هل سقطت عدالته كما سقطت عدالة من تريدون منا أن يكونوا قدوة وأن يكونوا هم الذين يزكون العلماء؟ سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يعظم فيه الأجر، آمين، وأن يخلفنا فيه خيرا، وآجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحسب أنه سار على نهج، وأنه مات شهيدا، وأنه على حق مبين، نحسبه كذلك.